الاتفاقية التي سنوقعها اليوم إن شاء الله بين المعهد العالي للإعلام والاتصال وبين منظمات المدن والحكومات المحلية لإفريقيا هي مبادرة التي من شأنها سوف نؤسس الانفتاح الأكاديمي والمهني للمعهد العالي للإعلام والاتصال على شركائنا بالمدن والحكومات المحلية بأفريقيا. هي محاولة كذلك للانخراط في الدينامية الإيجابية والقوية التي دشنها المغرب والتي من خلالها جعل من مشروع الجهوية المتقدمة ومن العناية بالجماعات المحلية والشأن المحلي بشكل عام هو الأساس في دعم التنمية بشكل شامل. التوقيع على هذه الاتفاقية هو كذلك عنوان لمجهود سنحاول أن ندفع به جميعا لكي نفتح باب التكوين وتكوين المستمر للمهنيين وكذلك المسؤولين الإعلاميين بأفريقيا والذين يشتغلون في مجال دعم الإعلام وتواصل القرب بالجهات وبالحكومات المحلية. سوف نحاول من خلال هذه المبادرة كذلك أننا نقوي أواصر التعاون عبر هذه الاتفاقية وبإعاز من منظمة المدن والحكومات الإفريقية أننا نجمع شمل المؤسسات التكوين الإعلامي والتواصلي بأفريقيا واللي نجعلوا من خلالها أن مبادرة المغرب حتى في ما في كل ما يقوم به من مجهودات لتطوير العلاقات ما بين الدول الإفريقية تنطلق عبر وسائل الإعلام وعبر محترفي وسائل الإعلام والتواصل.